المرسوم الوزاري يمنع من تكليف الأساتذة كيفما كان إطارهم بمهام خارج إطارهم الأصلي. احنا إطارنا هو إطار الثانوي التأهيلي، تم تكليفنا خارج إطار بمهمة خارج الإطار. نطالب، وقفنا وقفة احتجاجية سلمية صامتة، لأننا أمام مركز امتحان، ما بغيناش أنه نكون عندنا حرج أو يكون تشويش على التلاميذ في امتحاناتهم الإشهادية. ومطالبين من هذه الوقفة، من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، بعدم خرق القانون، مواد القانون، وخاصة المادة الثامنة منه. وبهذا نقول للمسؤولين بأنه يجب التعامل بكرامة وباحترام تام لمواد القانون التي توجد بالوظيفة العمومية، والتعامل معنا كأساتذة لهم كرامتهم، لهم حريتهم وفق ضوابط القانون. اليوم أساتذة الثانوي التأهيلي داروا واحد الوقفة على إطار القرار اللي خداوه، وهو مقاطعة الحراسة بامتحانات الإعدادي، ليس مقاطعة من أجل المقاطعة، وإنما مقاطعة من أجل تطبيق القانون. الأستاذ عليه أن يعين الدولة، والدولة معا عليهما أن يحترم القانون، القانون يسود الجميع. ما هو القانون؟ هناك مرسوم وزاري 2022 أعتقد 10 مارس، المادة الثامنة منه تتحدث على أنه لا يجب على أساتذة من سلك معين أن يحرصوا أو أن يقوموا بأي مهام أخرى في سلك آخر. الأمر يتعلق بنا نحن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذي قيل لنا مهمة تكليف أن نحرص الإعدادي، ليس هذا هروبا من الاشتغال، فنحن نشتغل حتى أيام الأحد في التصحيح، ونشتغل بشكل ماراطوني من 9 صباحا إلى 10 ليلا، وفي ظروف في أقل ما يقال عنها أنها صعبة جدا. إذا ليس تهربا من الاشتغال، وإنما تطبيقا للقانون. وكانت وقفة وكانت مقاطعة، وهذه هذا الأمر لا يخص فقط مديرية البرنوسي، بل هو أمر وطني، وهذا خطأ وقعت فيه الوزارة بأنها أقامت الامتحانات الإشهادية في وقت متزامن. هذه مشكلتها. نحن مستعدون لأن ننجح القضايا الوطنية ونضحي. نحن الأساتذة الثانوي التأهيلي من قمنا بساعات تضامنية في زمن السابق، وأصبحت غير تضامنية وأصبحت ملزمة. نحن نشتغل الأحد في التصحيح، نشتغل في كل الأوقات، ولكن نريد أن نحرص على القانون. وليس هذا أيضا ضد إخوتنا في الإعدادي، فهم إخوتنا وكنا سعداء بهم لما كانوا يأتون يحرصون معنا، ولكن عليهم أيضا أعتقد أن لا يكلفوا في إطار السلك المخصص لهم.